أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين في جميع الأمور الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ربنا إنك حميد مجيد اللهم بارك لنا في شهر رمضان وعنا عليه وتقبله منا إنك على كل شيء قدير شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون
وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخلا صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجلال والجمال والكمال والجبروت سبحان الملك المعبود سبحان الملك الموجود سبحان الملك المقصود سبحان مبدع الكاف والنون وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا سبحان من لا يعلم الغيب إلا هو سبحان من ليس غيره كما هو سبحان من لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يفوت أبدا أبدا سبوح قدوس
ربنا ورب الملائكة والروح وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون سبحانه وتعالى عما يشركون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب وحسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ربنا إنك حميد مجيد آل طه منابع البركات وغياث الأنام في الكربات حجب الله يظهر الله فيهم فيرون الآيات والمعجزات هم أولو العلم لا مراء لديهم علم ماض من الدهور واتي كرماء ينمون شيبة حمد هاشم الخير صاحب الجفنات ورثوا من جديهم المصطفى والمرتضى المفخرات والمكرمات عتبات ترجو الملائكة تران لسمها يا لله من عتبات هل تلقى سواهم آدم لم ما تلقى من ربه كلمات منهم الطيب الإمام المفدى صفوة الصفو غاية الغايات أنتم ملجئي وأنتم ملاذي في صعاب الأمور والمعدلات اعتمادي عليكم دائما في حركات تكون أو سكنات بكم يرتجى نجاة الورايا على طه الرضا من الهلكات أرتجي أن يبدل الله ربي سيئاتي بحبكم حسناتي يا بني المرتضى علي خذوا كل لا عنيد يبغي الفساد وعاتي وتقبل بهم إلهي من أها
للولائي الصيام والصلواتي خص طه الرضا وغر بنيه من إله العباد بالصلواتي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا